مرحب بحضراتكم في مستهل الحلقة من برنامج رأي عام. المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قال النهاردة أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بشأن الأرقام المعلنة في مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وده تنفيذا لطلب رئيس الجمهورية بتحليل ما أسفر عنه التعداد. كمان رئيس الوزراء أكد في تصريحاته للصحفيين بمقر مجلس الوزراء أن هناك عددا من المشروعات القومية سيفتتحها رئيس الجمهورية الفترة المقبلة. أما بخصوص ما تردد عن وجود تغييرات وزارية، أكد رئيس الحكومة أنه لا تغييرات وزارية في الوقت الراهن، وشدد على أن البرلمان كان داعما للحكومة خلال الفترة الماضية وخير عون، وأن القيادة السياسية داعمة للحكومة في السابق وفي الوقت الراهن أيضا. معايا على التليفون السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. سعادة السفير مساء الخير. أهلا، مساء الخير يا فندم. سعادة السفير، إيه أبعاد وتفاصيل تشكيل هذه اللجنة العليا التي تحدث عنها النهاردة المهندس شريف إسماعيل؟ أولا خلينا نبدأ بالإشارة إلى التكليف الرئاسي بتشكيل لجنة عليا تتولى متابعة نتائج الاستفتاء. طبعا زي ما التعداد يعني يا سعادة السفير، التعداد أنا آسف، زي ما يعني تم الإشارة إليه في المؤتمر، هناك أرقام مهمة خرج منها هذا التعداد وبتشير إلى وجود مشكلة سكانية والحاجة إلى التعامل مع هذه المشكلة من خلال عدة محاور. اللجنة الحقيقة ينتظر أنه يعلن عن تشكيلها يعني السيد رئيس الوزراء لاحقا، لكن طبعا في ضوء أهمية هذا الموضوع وفي ضوء أهمية الحفاظ على ما نحققه من مكاسب في إطار التنمية، فيجب أن يكون هناك مختلف يعني الزوايا في تناول القضية السكانية اللي هيكون فيها وزارات يمكن أو بعض الخبراء من خارج الوزارات. ولكن هل هناك توقيت للإعلان عن هذه اللجنة بعد الانتهاء من تشكيلها؟ يعني حتى الآن لا يوجد توقيت معين، ولكن طبعا ده موضوع مهم والحكومة مهتمية به. والنهاردة سيد رئيس الوزراء في كلماته أمام البرلمان أشار إلى هذا الموضوع وأشار إلى يعني التعاون الذي يجب أن يكون والقائم فعلا مع البرلمان في مثل هذه القضايا، وهذه شراكة متكاملة بين الحكومة والبرلمان لتنفيذ يعني هذه السياسة. مين اللي هيكون يعني مين مش من الأسماء يعني اللي هيكون ضمن هذه اللجنة، ولكن يعني الوظائف سعادة السفير؟ الحقيقة من المبكر أنه إحنا يعني نشير إلى تفاصيل الموضوع، لكن طبعا هو هيبقى الحكاية أنه مطلوب خبرات متعددة بحيث أنه يتم تناول الموضوع ليس فقط من زاوية تنظيم الأسرة، ولكن في يعني مختلف جوانب تنموية يجب الأخذ في الاعتبار عند تشكيل اللجنة. أشكرك شكرا جزيلا السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. زي ما قلنا في المقدمة، النهاردة كان في تطور يعني هام جدا على صعيد القضية الفلسطينية. النهاردة وبعد انقطاع دام حوالي 3 سنين، وصلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إلى قطاع غزة بعد مرور حوالي أسبوعين أو أكثر شوية من التفاهمات الأخيرة التي جرت في القاهرة من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني. كان في استقبال الحكومة ممثلون عن الفصائل الفلسطينية ووفد أمني مصري وألاف المواطنين اللي احتشدوا للترحيب بالحكومة وسط حضور أمني مكثف. من اللافت للنظر زي ما حضراتكم شايفين يمكن في الصورة صور الرئيس عبد الفتاح السيسي في شوارع غزة على المباني وأعلام مصر وفلسطين، وصور السيسي في شوارع المدينة كانت حتى قبل وصول رامي الحمد الله إلى غزة. رئيس الوزراء الفلسطيني أشاد بالجهود اللي بذلتها مصر لإتمام المصالحة الفلسطينية. نشوف جزء من كلمة رامي الحمد الله. جئنا بتعليمات ومتابعة من فخامة الأخ الرئيس محمود عباس ونعلن العالم من قلب غزة. يا عم العالم من قلب
قلب غزة أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون ولن تكون دون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة والقطاع. نثمن عاليا الجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني وحتى هذه اللحظة على إتمام المصارحة، وأحيي الفصائل والقوى الوطنية وعلى السياق فإننا نعتبر قرار حركة حماس بالاستجابة لمبادرة الأخ الرئيس محمود عباس وحل اللجنة الإدارية خطوة هامة سنبني عليها الكثير من العمل. ستبقى غزة دائما حامية الهوية الوطنية الفلسطينية، ولن تكون دولة فلسطينية إلا وغزة في قلبها والقدس عاصمتها الأبدية. ده كان جزء من كلمة رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة. معايا من هناك الدكتور صلاح أبو ختلة القيادي بحركة فتح. دكتور صلاح مساء الخير. مساء الخير ليكم جميع المشاهدين. أهلا وسهلا. طيب دكتور صلاح، لما زار سيد يحيى السنوار القاهرة والتقى مع القيادي محمد دحلان هنا في القاهرة ونتجت عن هذه اللقاءات تفاهمات، تحدث مراقبون حينها بشك في أن تكون هذه التفاهمات أساس لمصالحة فلسطينية وتقارب فلسطيني فلسطيني. يعني اليوم نرى نتيجة معاكسة لهذه التوقعات، هل أنت شخصيا كنت تتوقع ذلك؟ نعم صحيح، يعني كانت التفاهمات السابقة بين القيادي محمد دحلان والأخ يحيى السنوار في تفاهمات القاهرة كانت مؤشرات على مصالحة موجودة في قطاع غزة. انطلقت هذه المصالحة على الأرض، وبالتالي كانت هناك دافع للرئيس محمود عباس أن يلحق ركب هذه المصالحة. جهود جمهورية مصر العربية التي دفعت باتجاه أنه هذه المصالحة لن تكتمل إلا بعودة السلطة على قطاع غزة، وإلا ستبقى التفاهمات الموجودة بين الأخ محمد دحلان والأخ محمد سنوار قاصرة على قطاع غزة. ولكننا جميعا حتى من خلال التيار الإصلاحي بما فينا الأخ محمد دحلان كنا نتطلع أن تكون هذه التفاهمات، وحرصنا على ذلك، ويمكن عبر عن ذلك الأخ سمير المشراوي في أكثر من لقاء صحفي بأنه يابد أن تكون هذه التفاهمات مقدمة لمصالحة وطنية شاملة تعود من خلالها السلطة الوطنية لقطاع غزة. وليس سرا أن أضيع لكم بأننا حتى في قبل أسبوعين لما كان هناك وفد حركة حماس موجود في قطاع غزة كان لنا لقاء مع وفد حركة حماس، وشجعناهم على حل اللجنة الإدارية التي كان يتحجج بها الرئيس محمود عباس لعودة السلطة لقطاع غزة. ومن القاهرة انطلق القرار الحمساوي بأنه حل اللجنة الإدارية، والذي أعطى لجمهورية مصر العربية دافع قوي لاستكمال هذه العملية من خلال عودة حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة، والتي تجسدت هذا اليوم بعودتها واستلام مهامها على الأرض. هذا من جانب. من جانب آخر كان لابد من التفاهمات السابقة أن تعكس حالة من الأريحية في قطاع غزة دفعت بالاتجاه الآخر في الضفة الغربية بأنه هناك ما يدور على الأرض في قطاع غزة يجب أن نلحق به، وبالتالي هذه كلها عوامل وجهود مصرية ليست خافية على أحد. وانكشف للجميع بأننا أمام مرحلة تاريخية وليس لنا بديلا عن القاهرة، ولا يوجد هناك من يعبرنا بخلاف مصر. لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون قطر بديلا عن مصر، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون كذلك نفس الأمر تركيا تقوم مقام الدور المصري بالنسبة للقضية الفلسطينية وهذا المقام التاريخي. كنا نحرص من بداية التفاهمات على أن تكون هذه التفاهمات السابقة انعكاس ومقدمة لمصالحة وطنية دفعنا باتجاهها في أكثر من مجال. نعم دكتور صلاح، وانت تتحدث عن الدور المصري، طبعا احنا نعرض بعض الصور وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي موجودة في شوارع غزة زي ما حضرتك يمكن او السادة المشاهدين شايفين الان على الشاشة. نعم. الدور المصري كان محوريا كما تفضلت، لكن من يضمن ان تكون هناك ادوار معاكسة في هذا الخصوص؟ يعني أشرت حضرتك إلى دور قطر ومساعي قطر وتركيا، من يضمن أن هاتين الدولتين لن تقوما بما يمكن أن يفسد هذه المصالحة؟
عزيزي احنا يعني احنا عايشين في قطاع غزه، نحن امام احدى يعني نحن اليوم ننهي 11 سنه من الانقسام المقيت. غزه سنه 2020 بمؤشرات الامم المتحده يعني سنه 2020 غير لا تصلح للسكن، هناك معدل ارتفاع مخيف للبطالات تجاوز 60%، هناك من الامراض العديد جدا يعني العلاج قصور في علاج المرضى، هناك ازمه في كل المجالات، مجال الكهرباء وملوحه المياه وما شابه ذلك. بعد 11 عام اكتشفنا جميعا هنا بانه لا يمكن بحال من الاحوال الا بالمصالحه، ولا يمكن بحال من الاحوال هناك اي دوله ممكن ان تقوم بهذا الدور الا مصر. راهن البعض الفلسطيني على ادوار قد تكون في قطر وادوار قد تكون في تركيا، ولكن للاسف الشديد اكتشفوا متاخرا بانه هذه الادوار هي لمصالح خاصه بتلك الدول. المصلحه المصريه حاضره في القضيه الفلسطينيه على المدار التاريخي جميعا، ومصر طوال التاريخ وقفت على مسافه واحده. ولا أخفي سرا أن نقول بأنه أثناء التفاهمات حتى التي حدثت في شهر 4 الماضي بين القيادة محمد دحلان وبين حركة حماس، كانت هذه مؤشرات لمصالحة مجتمعية واكتشاف للدور المصري وتشجيع للعمل من ضمن القاطرة المصرية في الإقليم. مصر لها دورها القادم في الإقليم وهذا لا شك فيه بعد الأزمة السورية وبعد العمل على الساحة الليبية. نحن نطلع إلى عودة مصر وإعادة إحياء الدور المصري الإقليمي وأن تعود مصر بعافيتها قاطرة للعالم العربي، وهذه لابد أن تكون هناك مؤشرات لهذا الدور. هذه المؤشرات تجلت اليوم في هذه المصالحة الفلسطينية، وتجلت من خلال ليس الصور يعني اليوم أن المشهد بهيج جدا في 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 قطاع غزة، الجميع يعني مدينون لمصر ولدور مصر. لأول مرة تعلق صور الرئيس السيسي في على المفاصل الرئيسية في قطاع غزة، كانت سابقا تعلق صور أمير قطر وصور أردوغان. اليوم في ظل الملحمة التاريخية وفي ظل هذا اليوم التاريخي بعد أن اكتشف الفلسطينيين الدور المصري وأن لا بديل عن مصر، علقت صورة الرئيس السيسي على كل المفاصل، مما يخفي على البعض بأن هناك وفد أمني مصري واقف على كل التفاصيل المصالحة منذ الأمس وهذا اليوم. هذا الوفد هو الذي سيعمل على أطفاء كافة المعيقات التي تخللت عملية استلام الوزارات واستلام المقرات وكذلك نفس الأمر في كل النقاط التي تتعلق بعملية الاستلام والتسليم في قطاع غزة. هذا الجانب للدور المصري تجلى من خلال أنه مصر ضمانة لهذه المصالحة. سابقا كانت مصر قد ترعى المفاوضات وترعى الأمور عن بعد، اليوم المصريين حاضرين كضمانة لهذا الاتفاق وكطرف أساسي ورئيسي، وهذا الدور تأتى من خلال التفاهمات السابقة. دكتور صلاح؟ نعم معك. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات وهذا التحليل، الدكتور صلاح أبو ختلة من غزة القيادي في حركة فتح تيار الإصلاح، شكرا جزيلا لك. نروح إلى الحدث البشع اللي هز مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية التي استيقظت اليوم على هجوم مسلح على حفل موسيقي نتج عنه حتى يعني هذه اللحظة حسب البيانات، والبيانات طبعا بتتغير بين لحظة والأخرى، عن مقتل 58 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين. طبعا حالة من الرعب سيطرت على رواد المكان. شرطة لاس فيغاس قالت أن منفذ الحادث هو مواطن أمريكي من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك. في المقابل أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث، لكن أيضا الرئيس الأمريكي ترامب قال في كلمته أن سلطات التحقيق تعمل للتوصل إلى نتائج هذا الهجوم الدموي، وفي يعني إشارات من بعض المسؤولين الأمريكيين وخاصة في جهاز الاستخبارات يعني تشكك في مسألة مسؤولية داعش عن هذا الحادث. معايا من نيويورك عبر سكايب دكتور مايكل مورغان الباحث في مركز لندن للدراسات. مساء الخير دكتور مايكل. مساء الخير، ازيك استاذ عمرو؟ اهلا بحضرتك دكتور مايكل. قراءتك الاولى لهذا الحادث البشع؟ هو طبعا ده حادث مؤلم جدا، ويمكن دوت بالاحصائيات اكبر حادثه
حصلت ما بعد سبتمبر 11، اتقتل فيها ناس كتير، عدد كتير، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت لحد دلوقتي حوالي 58 واحد ماتوا، بس الحقيقة رقم المصابين زاد ل 515 مش 200 فقط. فطبعا دي حادثة بشعة جدا. يعني أمريكا النهاردة حزينة جدا، ويمكن الرئيس دونالد ترامب في خطابه الصبح نكس العلم هاف واي، او نزل نص العلم الامريكي، نزل للنص تعبير عن حزن الامريكان لما حدث في هذا الحادث البشع. واللي انا حاسس ان الحقيقه انه في خبايا وراء هذا الحادث. يعني يعني انا مش مقتنع قوي بفكره ان واحد بس هو اللي يقوم بهذا العمل، وفي نفس الوقت برضه مش مقتنع ان داعش ممكن تكون هي اللي وراء هذا الحادث، لأنه ساعات بيحبوا هم ياخدوا كريدت على حاجة هم ما عملوهاش لمجرد إن هم يخوفوا الناس. يعني ولكن يعني بالنظر إلى التاريخ، تاريخ هذا الشخص المتهم بهذا بارتكاب هذا الحادث البشع، يعني يقال أنه عنده تاريخ إجرامي، يعني هل يمكن لا، النظر هو الحقيقة أخوه نفى، يعني نفى أنا قريته في الفحص في الصحف الأمريكية إن أخوه نفى إن هو عنده أي تاريخ إجرامي من هذا القبيل، يعني عن القتل والكلام من ده، لكن قال ان هو كان دايما بيحب يروح لاس فيجاس يلعب القمار هناك، جامبل هناك كتير. هو عنده 64 سنة، يعني في غموض كتير. يعني اكتشفوا ان في 10 بندقيات عنده في الأوضة بتاعته، طبعا 10 بندقيات لفرد واحد، برضو كلام مش يعني الكلام لسه الصورة مش واضحة تماما. يمكن عشان كده الصحف الأمريكية والإعلام الأمريكي والإدارة الأمريكية حريصة جدا إن هي تتأكد تقول إذا كان الحادث إرهابي أو مش إرهابي. الحقيقة في غموض كتير وراء هذا الحادث. طيب يعني بعد كل حادث مشابه يعني يحصل فيه إطلاق نار وأشياء من هذا القبيل، يعني بتعلو الدعوات لحظر وجود الأسلحة في أيدي المواطنين الأمريكيين، هل هذه القضية هتطل من جديد على المجتمع الأمريكي؟ اه طبعا، اعتقد انه هيبقى في وقفة جديدة. يعني اما هيبقى في نوع من التضييق على التصاريح، او الكلام دوت هيبتدي ينزل على الترابيزة تاني، لان الكثير كانوا بيحذروا من حصول المواطنين الامريكيين على هذا الشكل من الاسلحة، خاصة ان البندقيات اللي لقوها عنده في الاوضة كانت كلهم آلي. يعني طبعا حاجة خطيرة جدا. أعتقد إن الشعب الأمريكي هيبتدي يطالب بنوع من الحظر أو التضييق على الحصول على هذه التصاريح. لكن برضو ده بيرجع بينا تاني، لو حضرتك يعني شفت، أنا قدامي صورة دلوقتي من فندق ماندلي باي، بص على الستيج، المسافة مش قريبة. يعني اللي كان بيصوب ناحية الناس دوت، يعني واضح إن هو كان متدرب، لأنه المسافة مش قريبة جدا. يعني لازم تعدي يعني الفندق على اليمين الشارع، والستيج أو المسرح على يساره، وفي مسافة ليست قليلة. طبعا هو الضرب كان ممكن يكون من النوع العشوائي، لكن واضح إن اللي كان بيضرب كان عايز يموت أكبر عدد، بدليل إن 515 واحد تعوروا. وده طبعا أعتقد إن دوت يدي ريد فلاج أو علم أحمر أو إنذار اللي ممكن اتاكس كتيره تحصل. بس الحقيقه يعني لازم ندقق اكتر ونتاكد مين اللي ورا هذه الحادث قبل ما ناخد قرار، سواء اذا كان داعش او غيرهم من التنظيمات الارهابيه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مايكل مورغان، الباحث في مركز لندن، تحدث الينا من نيويورك. شكرا جزيلا. يعني طبعا احنا عندنا فيديو جرافيك عن حوادث ربما تكون متشابهة، ربما تكون يعني قريبة من هذا الحادث، سواء طعن أو دهس أو إطلاق نار حصلت في مناطق مختلفة خاصة في أوروبا. نشوف مع بعض. Thank you.
ونرجع لأخبارنا المحلية. النهاردة انطلقت أولى جلسات دور الانعقاد الثالث للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. عبد العال وجه ثلاث رسائل خلال كلمته، وطالب فيها الحكومة بضبط الأسعار والرقابة على الأسواق ليرى المواطن نتائج هذه القرارات. أما الرسالة الثانية فكان توعد وهدد كل من يحاول تشويه سمعة المجلس، وقال وقت الحساب اقترب وسيكون عسيرا. كاميرا رأي عام رصدت أجواء اليوم الأول من أعمال مجلس النواب، نشوف مع بعض. في جلسة افتتاحية استقبل نواب البرلمان المصري دور الانعقاد الثالث خلال الفصل التشريعي الأول بكلمة لرئيس الوزراء أكد فيها الالتزام ببرنامج الحكومة وشراكة البرلمان. تأكيد سيادة الرئيس وجه بيه ووجه بأن يبقى فيه استراتيجية، وإحنا عندنا استراتيجية بنعمل بمقتضاها وهيتم استعراضها بشكل تفصيلي مع جهات المختلفة في الدولة وبالعرض على سيادة الرئيس. طبعا رئيس الوزراء تعهد في كلمته بأن تعمل حكومته على مكافحة البيروقراطية والفساد وتحقيق معدلات النمو إلى 6% وأن تقدم نحو 20 مشروع قانون خلال هذا الدور الذي سيستمر نحو 9 أشهر. أنا اللجنة عندي شغالة مع الحكومة، يعني احنا انتهجنا مبدأ احنا بنقوم بدور رقابي وبنقوم بدور تشريعي، ولكن في كثير من القضايا احنا الدور الرقابي كمان بنتجاوزه بان احنا نقترح حلول تنفيذية وليست تشريعية، وبحسن التواصل ويعني وبنقول لهم احنا بنطرح الحل، ولكن عرض الحل في النهاية يجب أن يكون من خلال الجهاز التنفيذي للدولة، لأن إحنا يهمنا أن إحنا نحافظ على الاختصاصات وفصل السلطات. دور العقد الثالث، لكن أنا عايز أقول حاجة، أنه قانون الإجراءات الجنائية بقاله ما يقرب من 100 سنة تقريبا ومحتاج تعديل، كان بيحصل فيه تعديلات جزئية، لكن طبعا قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الهامة جدا اللي بتحتاج أنه تكون كلها روح واحدة أو يكون لها فلسفة معينة، هي دي الفلسفة اللي هي لازم تكون متوفرة. إيه الفلسفة دي؟ الفلسفة إن هذا القانون هو قانون الأبرياء. الجلسة التي بدأت بكلمة لرئيس البرلمان وفق المادة 15% من الدستور لم تتطرق إلى انتخابات اللجان النوعية التي من المتوقع أن تكون محدودة. أعتقد يعني دور الانعقاد الثالث ده هيبقى له دور كبير جدا جدا في تفريغ وإنتاج منتج من المشروعات اللي احنا قعدنا نشتغل فيها في دور العقد الأول والثاني لما انتهى منها، زي قانون دار المحلية، زي قانون التأمينات والاجتماعية أو المعاشات. هذه الدورة إن شاء الله هتبقى فيها مجموعة من مشروعات القوانين الهامة اللي تهم المواطن البسيط، وده اهتمامنا كلنا إن شاء الله أن يكون هناك فعالية أكثر كما كان في الدورتين السابقتين، هيكون أكثر بإذن الله تعالى. عدد من الملاحظات وجهها عبد العال إلى النواب على رأسها الالتزام بالدستور واللائحة والتأني في دراسة مشروعات القوانين والتصدي لمشكلات الجماهير وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية. وزارة الداخلية أعلنت مصرع 3 من كوادر حركة حسم الإرهابية في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في منطقة المقابر ب 15 مايو. وزارة الداخلية قالت في بيان النهاردة أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتفيد بتردد مجموعة من كوادر حسم الإرهابية على منطقة المقابر في 15 مايو ليلا هروبا من الملاحقة الأمنية، وأنهم بصدد الإعداد الفعلي لتنفيذ عمل عدائي خلال المرحلة الراهنة. والبيان قال أن قوات الأمن تعاملت مع الإرهابيين فور إطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع 3 من الإرهابيين. النهاردة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان وضع حجر الأساس للمعهد القومي الجديد للجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية في مستشفى حميات إمبابة، رافقه اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة. المبنى تم إنشاؤه من 18 سنة، سيتم تطويره بتكلفة إنشائية تقدر ب 360 مليون جنيه. الوزير قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هيفتتح خلال الأسابيع القليلة القادمة 15 مستشفى جديدة
مؤكدا أن مصر تشهد طفرة في القطاع الصحي، حيث لا توجد أي محافظة إلا ويفتتح بها مستشفى جديدة. نشوف هذا التقرير. وضع كل من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة حجر أساس معهد الكبد الجديد بمستشفى حميات بابا بتكلفة بلغت 660 مليون جنيه، والمقرر افتتاحه بعد 18 شهرا. أنا جيت المكان ده السنة اللي فاتت، يعني دي مش أول مرة أنا جيه، زرته السنة اللي فاتت وشفت المبنى، وكان للأسف التمويل بتاعه غير متوفر، ودي كانت حقيقة. دكتور هاني نصر مدير عام مستشفيات التعليمية ورئيس الهيئة مشكورا قدر ان هو يساعد الوزارة بان هو يوفر التمويل. التمويل 600 مليون جنيه انشاءات، ده الجزء اللي هم وفروه. احنا كوزارة التجهيزات بتبقى يعني كده، خدوها كده نظام، ان لما يبقى التمويل او الانشاءات ب 600 يبقى التجهيزات ب 600 زيهم على طول كده. احنا بنتكلم في المليار طبعا دلوقتي. طبعا المستشفى ديت على طول واحد لواحد بالظبط كده. ما عندناش التخصص ده على مستوى مصر كله ولا في الجيزه يمكن، فالكفاءه اللي احنا شفناها دلوقتي وعرض استشاري المشروع بلا شك تبقى تخدم محافظه الجيزه وجميع محافظات مصر. يعني المبنى ده اولا هيتعمل مبنى للكبد، هيتعمل هيحصل ترانسبلانتيشن للكبد في العام، يعني انت عارف ان عمليه زرع الكبد بتكلف مثلا نص مليون جنيه، ده هتتعمل في العام. هيتعمل مبنى للطوارئ، هيتعمل مبنى لفيروسي للاندوسكوبي للمناظير، فهيبقى الحقيقه مركز متكامل. المعهد الجديد الذي يتم تجهيزه لاستقبال المرضى بعد عام من الان يضم 220 سريرا و10 عيادات خارجيه وثمانية غرف عمليات واثنتين وعشرين غرفة رعاية مركزة، على أن يتم العمل به إلى جانب المعهد القديم في القصر العيني. ماجد عبد الله، رأي عام، مع عمرو عبد الحميد. الأقصر عاصمة السياحة في مصر، طبعا فيها ثلث أثار العالم، لكن إلى جانب المعابد والمتاحف التي تنتشر في كل أنحاء المحافظة، هناك صورة أخرى للجمال تجذب الكثيرين من المصريين والأجانب على حد سواء. البالون الطائر أو المنطاد، خلونا نشوف هذا التقرير. كثيرة هي الآثار والمزارات السياحية التي يحرص السائحون على الإقبال عليها خلال زيارتهم لمدينة الأقصر، لكن لرحلات المنطاد الطائر سحرا خاصا يجعل السائحين حريصين عليها ليحلقوا نحو 40 دقيقة في سماء عاصمة السياحة العالمية بين عبق الحضارة والتاريخ. طبعا الرحلة السياحية اللي بتبقى بالبالون بتبقى جذب للسائح، ليه؟ لأنها أول حاجة بتكون قبل الفجر، تمام؟ فبياخد شروق الشمس من مدينة لوكسور، من أعلى مدينة لوكسور، بياخد طبعا المناظر الطبيعية بالنسبة للتصوير وغيره. بعد كده بياخد الأماكن الأثرية زي المعابد والمقابر من فوق، فبيبقى واخد زي بلانات أو زي اللي هي بنقول عليها زي تخطيط المعابد، زي المدينة كلها بتاعت لوكسور من فوق كانت موجودة أيام المصر القديم. بالون الأقصر جميل جدا وجيد. تعالوا تعالوا، لا تقلقوا، بلد جميلة وناس لطيفة. سوف تشاهد شيء لن تستطيع أن تراه في أي مكان آخر، فالمنظر بالفعل مذهل. سوف تشاهد شروق الشمس في الصباح الباكر، فهو بالفعل منظر جميل. وتنفرد مدينة الأقصر من بين كافة المدن السياحية في العالم بانطلاق رحلات المنطاد الطائر بها على مدار العام، وهذا يرجع إلى اعتدال حركة الرياح التي ترتبط بها تلك الرحلات ارتباطا وثيقا، كما أن هيئة الطيران المدني بالأقصر تشدد في فحص إجراءات الأمن والصيانة يوميا لضمان سلامة تلك الرحلات. خطوات اعداد رحله البالون سهله جدا. ده عباره عن الباسكت ده في الاول كده بننومه، وبعد كده بيبتدي فيه كولد اير او المراوح بتشتغل عليه، وتتوصل الوايرات دي اللي انتم شايفينها دي كده، بتتوصل مع الكارابينز مع الفريم ده،
بتبتدي البالونه بيحصل الكولد انفليشن للنفخ. البالون طبعا من اروع الحاجات طبعا، انت طبعا بتتميز في الاقصر طبعا، بتطير فوق طبعا 7000 حضاره طبعا في الاقصر، فالجو بتاعنا حلو طبعا وجميل مع المناظر الحلوه الخلابه اللي الناس كلها بتشوفها من خلال طريق البالون يعني. العاملون في قطاع المنطاد الطائري بالاقصر ياملون في تحسن حركه السياحه بالموسم السياحي الجديد حتى يعوضوا جزءا من خسائرهم الفادحة التي تكبدوها في الأعوام السبعة الماضية. عبد الرحمن قرشي، رأي عام، مع عمرو عبد الحميد. آخر خبر معنا نقلا عن موقع صحيفة الوطن السعودية، القناة الثقافية السعودية هتبدأ من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بث الحفلات الغنائية، والانطلاقة ستكون بأغاني لسيدة الغناء العربي أم كلثوم. ده طبعا جاء بعد أيام من قرار المملكة بالسماح للسيدات باستخراج رخص قيادة السيارات. إذن القناة الثقافية السعودية هتبدأ النهاردة بث أغاني ومنوعات غنائية، والبداية بسيدة وكوكب الشرق السيدة أم كلثوم. التطورات متسارعة في المملكة العربية السعودية، بالتأكيد هذا الخبر يعني يثلج صدور الكثيرين ونحن منهم. بعد الفاصل هنفتح ملف نهم التنقيب عن الآثار اللي تحولت لظاهرة بيروح بسببها ضحايا كتير من اللي بيحلموا بالثراء السريع. خليكم معنا بعد الفاصل بإذن الله.